زيدان السلام عليكم حبيبي. السلام مرحبا بكم. واش راك خويا؟ لاباس بخير؟ جيت نديرونجيك بصح قبل ما نبداو مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. Wait a minute. Who are you? على سلامتكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم تجربها معنا. عددنا لنهار اليوم راح يكون مع شباب يهوون السيارات ذات الطراز القديم. وحمزة اليوم جينا سبيسيال نجربوا معاكم الدريفت هذايا بالك عندكم باركور بالك عسى خبط فيه فوطو منا الحمد لله. بعد ما عرفنا لي ميزير سيكيورتي واش لازم نديرو قبل ما نديرو في الكورس الدريفت انا راني مع الياس في سياره تاع سبيسيالمون تاع الدريفت. يلا تبعونا وما طولوش. في هذا العدد الجديد من برنامج جربها معنا عددنا لنهار اليوم راح يكون مع شباب هوايتهم هي الرياضات الميكانيكيه. انا حبيت نعرف حاجه ديدان وشنو وش يدير يعني في حياته اليوميه؟ حياته اليوميه اسمع واش بك؟ واش بك ولا غشيلي واش بك؟ واش بك؟ حياته اليوميه خلينا من الحياه الشخصيه، حياته اليوميه يعني اللي عندها علاقه بون انت عندك ساكسو في تي اس هاك كابو ما قلتليش تستيوا تستي الموتور تستيوا ها انا ولا غني حاب نسمع الحس هاي راح اطلع هاي ضاق لحقنا اخر سياره والاخر شو هكذايا مع اخونا ديدين هطلع معك ديدين مرحبا بك تفضل باش رئيس العصابه هكذا ديدين تفضل خويا تفضل خويا الله كاين عبادهم في وسطنا زوم الحاشا الرجال كاين عباد حاشاك الزوم اللي هنا راهم في وسطنا قسما بالله غير الزومل. نتمنى ان تكونوا استفدتوا من الحلقه وعجبتكم. يلا انا وقليل نقول لكم نتلاقوا في عدد جديد. سلام.